هناك عدم الوضوح بالنسبة للمباشرة الهيئات التدريسية المدرسين المعلمين، كيف راح تتم المباشرة في محافظة صلاح الدين وبالأخص مدينة تكريت؟ أصدرنا إعمام أخ وليد إلى كافة أبناؤنا النازحين في محافظة السليمانية وأربيل وإدهوك بالالتحاق إلى مدارسهم في المناطق المحررة. نعم. وسوف نقطع العلاقة هنالك في الإقليم ونطمئنهم بأن مدارسنا في قضاء تكريت الحمد لله زرناها كلها زين وكانت سليمة، وإن شاء الله سنفتح المراكز الامتحانية ونستقبل العام الدراسي القادم إن شاء الله، وجهزنا ووفرنا من الآن كافة التجهيزات التي تخص مدارسنا من كتب وقرطاسية وكل الأمور التي تخص الأمور الامتحانية، وسوف يباشرون في مدارسهم، وموجود عندنا مقرنا المديرية العامة لتربية صلاح الدين، عندنا قسم التعليم العام والملاك وكافة الموظفين هنا، وإن شاء الله نستقبلهم جميعا لغرض المباشرة والمباشرة في مدارسهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب.